بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معنا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقاتنا رسائل أسرية. ضيفنا اليوم الدكتور عبد الله علي الكليب، أستاذ الفقه في قسم الدراسات الإسلامية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اليوم رح نتكلم عن موضوع مهم يهم كل الأسر، ما في أسرة إلا وتحتاج حق هذا الموضوع، ألا وهو الرعاية الأسرية. حياك الله معنا دكتور عبد الله الكليب. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك، الله يحفظك دكتور عبد الله. ودنا نبين للمشاهد مفهوم الرعاية الأسرية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فالرعاية الأسرية في الحقيقة، قبل أن ندخل في الرعاية الأسرية لابد أن نبين ما معنى الرعاية. الرعاية هي إصلاح الشيء والعناية به وإعطاؤه حقه، وإن كان ربما الشيء الواحد له حقوق كثيرة، قد يعطي الإنسان حقا ويترك الباقي. لا، لن تكون راعيا بهذه الجهة، إنما الرعاية تكون من كافة الجهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالأمير راع هو مسؤول عن رعيته، وكذلك وقد قال الأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. كل واحد له حقوق وعليه واجبات لابد أن يؤديها وأن يصلحها وأن يهتم بها، لا أن يكون الإنسان يعيش بدون أي معنى. إنما هذه تعطيك قيمة لحياتك، أنك ترعى الشيء الذي قد وكلت به وقد أسند إليك ذلك العمل، الذي قد ربما تكون لا تشعر به ولكنه هو موكل إليك بوجه أو بآخر. فالرعاية، إحنا لما نقول الزوج راع في بيته والزوجة راعية والأم في بيتها، طيب في بعض الناس يعني يبي يتخلص من هالمسؤولية فيلقي كل واحد الرعاية على يعني صاحبه، مثلا زوجة تقول له أنا مو مسؤولة، أو أنت الزوج يقول لها هذول عيالك وأنت مسؤولة عنهم. صحيح، هذا يرد هذا الكلام حقيقة، ودائما ما نسأل عنه. لماذا؟ لأن الرعاية الحقيقية هي أن تعلم ما هي الحقوق التي لك، وما هي الواجبات التي عليك، وما هي حقوق الزوجة، وما هي الواجبات التي عليها. لذلك لا يتم الخلط بين يعني تنازع السلطات، هذا الذي قد يؤدي كثيرا إلى الافتراق الأسري. لا يعرف الإنسان ما هي الحاجة التي له وما هي الأمور التي عليه، وكذلك الزوجة، فيكون بعد ذلك انفصال، أو ربما يكون أمور لا تحمد عقباها. ولذلك لابد الإنسان أن يتعلم وأن يتفقه في دينه وأن يتفقه في الأعراف والعادات التي نعيش بها. يعرف ما هو عليه، ما هي الأمور التي له، والشريعة قد بينت كل هذا والحمد لله. هناك أدلة شرعية راعت وأوجبت لكل شخص مسؤوليته. نعم. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم جدا، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء. يعني خافوا الله عز وجل في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ولهم عليكم أن تنفقوا عليهن وأن تكسوهن بالمعروف. النفقة والكسوة، هذه بينت الأمور، أنك لا الزوجة لا تعصي زوجها فيما كان فيه حق، وكذلك الزوج يؤدي حقه إلى زوجته، أن يعطيها الكسوة، أن يعطيها النفقة، أن يعطيها المسكن، أن يعطيها كذا وكذا، كل هذه الحقوق الموجودة. وكذلك الزوجة أن تطيع زوجها. الله عز وجل يعني، والله عز وجل ماذا يقول؟ الرجال قوامون على النساء، يقوم بحقوقها، يقوم بما تريده، يقوم بالإطعام، النفقة، المسكن، الملبس، غيره. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، ليس أحد مفضل بتفضيل إطلاق، إنما بعض هذا فضل بشيء وهذا فضل بشيء، لكي هذا سبحانه تبيين لعدم تنازع السلطات. بين سلطة الزوج وبين سلطة الزوجة، بما فضل الله به بعضهم على بعض. فالرجال قومون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، وبما أنفقوا الإنفاق، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب،
لابد تحفظ سر زوجها في البيت، سر البيت، سر البيت. لا تأتي وتخبر الناس كلهم بما وقع بينها وتجعل البيت كتابا مفتوحا كل يتدخل فيه. لا، لابد أن تحفظ سر زوجها. وهذا نحتاجه طبعا في مجتمعنا طبعا اليوم. انظري، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، بعدم الصلاح، بعدم الطاعة، بعدم الستر، الستر، وبعدم إعطاء الحق وأخذ الواجب. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أول شيء نبدأ بالكلام، فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. نعم. نعم دكتور عبد الله، بعد الفاصل نواصل حفظ الأسرة. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نواصل مع الدكتور عبد الله الكليب، أستاذ الفقه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نواصل مع الدكتور عبد الله علي الكليب، أستاذ الفقه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. دكتور عبد الله، احنا وقفنا في قبل الفاصل عند الرعاية التأديبية. طبعا بعض الرجال يفهم التأديب واللي الله سبحانه وتعالى قال في حالة النشوز الضرب، طبعا يعتقد أن الضرب هو الضرب المبرح، فيريت تبين يعني تفسير هذه الآية. الله عز وجل ماذا يقول؟ واللاتي تخافون نشوزهن، عدم الطاعة وعدم إعطاء الحق وأخذ الواجب، ويعني التمادي، يعني ليس في الأحوال الطبيعية، الأحوال غير الطبيعية. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، تأتي وتكلمها وتخبرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الله عز وجل كذا. فإن لم تتعظ، الآن ما تتعظ، الموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة طبعا بالنصوص الشرعية وبالأقوال الفقهية وبالأدلة التي آثار عن الصحابة، وشيء سليم يعني، ليست يعني انطباعات وأفكار. نعم. ليس لها أي قيمة، لأن الطاعة إنما هي بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. المرحلة الثانية، وهجرهن في المضاجع. لا. يعني ربما تبتعد عنها، تبين بأنك غضبان فقط، زعلان، زعلان للسبب المعين، لا يجوز دون سبب. لا. بعض الناس بدون سبب، لا، هنالك سبب حقيقي، ليس سببا متوهما، شرعي. نعم. نعم. يعني مو والله ما طبخت لي عدل، لا لا لا، ما نظفت البيت، ما أمثلة، نعطي أمثلة. أي مثلا، أي مثلا بعدم الصلاة. نعم. لا تصلي في الأوقات التي قد أمر الله عز وجل. نعم. لا تربي أولادها، تمام، لا يعني لا تقوم بواجبات البيت التي هي أطعم الطفل، تهمي كل إهمال. لا مثلا لا تحفظ سرهم، لا تطيع أمرهم، تدخل كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يطئن فروشكم احدا تكرهن، اي تدخل ناس ما يحبهم. لا لا، هذا كله ممنوع، يعني وجود اسباب. بعد ذلك فاضربوهن، ما هو الضرب؟ صلى الله عليه وسلم قال اذا في حديث اخر بعد ذلك اذا لم تطيعوا كذا فاضربوهن ضربا غير مبرح فقط. حتى قال الفقهاء ماذا قال؟ حتى قالوا بعود الاراك، تبين لها انها بعد ذلك اذا لم تستقم تلك الامور هنالك حلول اخرى، هنا تدخل الحكمين وغير ذلك من الأمور، لا ننتقل إلى ضرب وتقبيح وضرب الأمور التي ربما يعني تدمي القلب قبل أن تدمي الأبدان، خاصة أمام الأطفال. يعني سيكون أحد الناس قد حدثني قال ذهب وزار السجون وألقى المحاضرات، شيخ معروف، وكان يحدثني يعني هذا الكلمة يعني ترن في أذني، قال ما وجدت شابا في السجن وقد كان يعيش حياة أسرية مستقرة، دائما فيها تنازعات، فيها مثل ما ذكرت ضرب وخناق ومحاكم وأمور، لا ربما كان الإنسان مبدئيا يستطيع أن لا يصل إليها باختياره وبرغبته، لكنه الشيطان يرغب بأن يدخل الناس إلى هذه المتاهات التي ربما لا عودة بعدها، يدخلون في متاهة لا يستطيعون أن يكملوا ولا يستطيعون أن يرجعوا، فيتكون بعد ذلك الضحية هم الأطفال، الضحية الأسرة، الضحية هو المجتمع بكامله. نعم. بعض الناس لما تكون هذه العلاقات الأسرية اللي يعني مشحونة، خلينا نقول والله إجابتهم عادي، إحنا عشنا وعيالنا يعيشون وهذه حياة الناس كلها مشاكل
والعيال يشوفون يعني في دقيقة توجه رسالة للمشاهد قبل أن نختم. في الحقيقة من عاش حياة أسرية مستقرة ستجده واضحا عليه، ومن عاش حياة أسرية غير مستقرة، وكذلك أي مجتمع غير مستقر فيه ظلم مثلا كما قال أبو الطيب: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. العلة التي تمنعنا من ظلم الأولاد وظلم الزوجات وظلم الناس إما الدين، هذا أولا الإنسان يخاف الله عز وجل. الثاني القانون، القانون خوف من العقاب. نعم. وهذا الله، ماذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان؟ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. كثير من الناس تقولهم اتق الله، خاف، هذا حكم شرعي وكذا، لا يلتفت إليه، لكنك إذا قلت هددته بولي الأمر بالقضاء بالأحكام بالقانون، لا، ربما يرتدع. وقد جعلت هذه القوانين أمثال هؤلاء الذين لا يتقون الله عز وجل، بينما الناس المتقين الخائفين الصالحين لا يذهبون إلى تلك الطرق، وإنما الشرع كاف وواف عليهم، وهذا والله أعلم. نعم. نشكرك دكتور عبد الله على هذا اللقاء الطيب. أعزائي المشاهدين، تابعوني في حلقة قادمة مع رسائل أسرية.